خيانة. نو. شنو اللي تنخان لازم تسكت يعني لو شنو؟ ساري إذا أريد أحكي بهذا الموضوع يرادنا 10 حلقات. نادي راح يزعلون منك البنات. لا ما يزعلون مني والله العظيم يعشقني عشق مو يزعلني. هسه اللي تنخان شو تسوي؟ تعرف ليش؟ أنا امرأة واقعية. أنا ما أجيب وصفط. بربك كل وحدة انخانت تطلق تشبقها السعدنة. إذا أنتوا الخيانة هنا تمشي. تشك. لا هاي تعميم مو الكل. مو الكل. إذا أنتوا 99% منكم الخيانة تمشي بدمكم. إذا كل وحدة مرتبطة وكل وحدة من الزوجة خانها زوجها تطلقها تقول لي هسه المجتمع شنو عبارة عن شنو؟ يعني أنت إذا في يوم من الأيام تزوجتي وخانك حسب نوع الخيانة. جسدية. حسب نوع الخيانة باوع. أكو واحد يخون. طبعا هسه كلها راح تاخذ هذا اللي يقصون هذا المقطع وشوفوا نادين الطائي شو تقول اي فبرر بس العقل ما يا ريت هسه حتى لو برر التبرير ما يقطعوها مات يعني يقصوا والله روح ابويا يقصون التبرير وياخذون الاول ويحطونه بجروبات البنات وينزلن علي حدره ونص تحياتي لك حبيبات قلبي بسبب شناني هسه صعدت للقمه مقدمه بدي اسلم عليكم اوكي اكو وحده بس بالاخير يقتنعون بكلامي لان انا كلام واقع اكو وحده طبت لي قالت نادين انا رجلي يخوني قدام عيني قدام عيني قاعد يخوني شنو اسوي قلت لها يخونك متعمد لو يخونك هو مريض بس يخون لو يخونك على مود اكو امور اخرى انت سوري عاد انت اخويا يعني اسفه انه ما تنطيه اياه وبهذا السبب قالت والله حسب قلت لها شنو حسب هاي وحده من القصص يعني شنو حسب اشرحي لي كلمه الحسب حتى على ضوء الحسب انا اعرف شو احسب لك من مواضيع قالت لي انه هو مريض هو يحب النسوان ويحب يخون هواي قلت لها زين تمام هسه ايش تردين؟ قالت لي شو اسوي؟ قلت لها اوكي. تطلقين؟ قالت لا ما اطلق. قلت لها تبقين؟ قالت لا ما ابقى. قلت لها تنهزمين؟ قالت يعني شنو انهزم؟ قلت لها قطيني حل انت هسه انا دا اطلب منك الحل. سو ساري الموضوع من يجي شخص يشكي لك بحاله تقول له مثلا اكو بيهن لا والله عندهن قدره ماديه في حال مستقله ماديه عندها قدره ماديه عندها قدره يعني اهلها خوش ناس اهلها يسندوها هاي بدون ما تجي تسالني اصلا. ما تجي تسأل نادين انت شو تشتغلين منين تجيبين فلوس يعني منين تدفعين your bills بس اتخذتنا نكمل الاولى حتى نكمل كمل بعد هاي لصتيها وخلصتي يعني ما تخليها اكملها كم بقبيها يلا كمل بقبيها شويه مو راح يفضحون راح قالوا لك على وكانت ناس الفضائيه هسه نادين تشجع على الخيانه لا حشاي اسم الله اللي عندها قدره ماديه واهل بيهم خير اذا خانك زوجك لا تبقين والما عندها قدره ماديه وما عندها اهل بيهم خير خيه شو تسوين اذا تقولي لي نادين انا لا اقدر اطلق منه خاني ولا اقدر ابقى ويا اهلي ما يتحملوني فيبقى القرار ايش حبيبتي لا حد تجي تسالني لانه انا بصراحه الخيانه بالنسبه لي انا كنادين انا هسه نادين الطائي احكي كنيها والله العظيم روح ابويا انا اذا انخنت دقيقه واحده ما ابقى هاي الدقيقه شوفوها ما ابقى ليش ما ابقى عنده قدره ماديه وعنده قدره جسديه وشابه واقدر كل شيء اسوي واقدر اطلع واعتمد على حالي غيري ما عتها ساري صحيح غيري ما عتها غيري هو يخونها وبنفس الوقت ممكلها ومشرفها يعني تتحمل السيء احسن من الأسوأ بالضبط ولا تطلقها ايش تسوي زين ارجعي لي بس باختصار لانه خلاص وقت الفقره